نداءات عدة وجهتها منظمة الصحة العالمية من مخاطر مقاومة المضادات الحيوية على الصحة بسبب التعاطي العشوائي لها. اليوم أصبحت هذه التحذيرات في محلها بعد أن أزاحت البكتيريا مرض السرطان وأصبحت في المركز الثاني كأكبر قاتل بعد القلب في العالم. آلاف الباحثين اجتمعوا في دراسة تابعة لمؤسسة بيل غيتس الطبية وخلصوا إلى أنه يمكن أن تعزى وفاة واحدة من أصل كل 8 حالات وفاة عالميا إلى الأمراض الناجمة عن الإصابة بالبكتيريا. تشير الدراسة أيضا إلى أنه من بين 30 نوعا من البكتيريا المدروسة تعتبر 5 منها مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات في العالم. حالة من كل 8 حالات وفاة هي بسبب البكتيريا في العالم، هي ثاني مسبب للوفاة بعد نوبات القلب. كيف يمكن تفسير ذلك طبيا؟ هذا بكل بساطة لسه على الأرقام هذه ممكن تكون أسوأ في المستقبل للأسف الشديد. بكل بساطة أنا دحين لو سألتكم قديش يعيش عندنا في جسمنا في بكتيريا؟ قديش؟ أكيد كثير مليان، في منها نافع وفي منها كثير. شوفي تخيلي البطن حقتنا لو إحنا فردناها الأمعاء كأنك تفتحي مثلاً 2 ملعب تنس، تخيلي هذه فيها أكثر من 2.5 كيلو جرام بكتيريا. تتخيلي هذا كله عايش جوا جسمنا، هذه البكتيريا كلها عايشة جوا جسمنا. هذه البكتيريا من يوم ما إحنا نأخذ لها مضادات هي حقتنا، هي تسوي لنا أشياء كثيرة في جسمنا كويس. كل ما نأخذ لها مضاد تقوم تتألم، تقوم إلا الله سبحانه وتعالى يدي لها جينات عشان تسوي لنا مقاومة. أوكي. تقوم بعد كذا لا سمح الله جاء التهاب في البول، ما عاد نلاقي مضاد نستخدمه. يعني بس دكتور خلينا نفهم، إحنا صرنا كأنه آخر فترة على يمين الشمال عم ناخد أنتيبيوتيك. أحسنت. هل صار هذا هو السبب إنه بدل ما تكون تقاوم هذه البكتيريا صارت تؤدي إلى بكتيريا ضارة في المستقبل؟ أحسنتي، هذا هو التفسير العلمي الحقيقي. إحنا صرنا نعطي مضاد يمين يسار، صح. كل واحد سخن يوم أخذ مضاد، مظبوط. وللأسف الشديد أحياناً المريض يطالب به وأحياناً الطبيب يعطيه بدون داعي. للأسف الشديد إحنا يقولوا عندك عمره كذا، رحت أحد قال لك عندي إنفلونزا وحديكي مضاد، كيف؟ هو فيروس، كيف حتديني مضاد؟ يقول لك أنا أديك مضاد علشان أحميك من لا يجيك بكتيريا، وهذا مخالف للعلم، ما ينفع هذا الكلام.